ولا مجال للتسامح مع هؤلاء الذين يريدون تحطيم الدولة من الداخل وتفجير مرافقها العمومية. هناك الكثير من التجاوزات التي تقع اليوم في كل القطاعات دون استثناء، والهدف منها هو إدخال الفوضى، ولكن أن لهم ذلك، فالشعب التونسي اليوم واعٍ بما يحصل، واعٍ بما يرتبون له، وسيتصدى بالتأكيد لكل من يريد أن يجوعه أو ينكل به.